شربة ارتاح شوي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. مبروك جاكن صبي، ايش بدكن تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جيل عوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزله أنا؟ لا بتوقعي. خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي، هلا بتحسن. فوت تلقح شوي، ارتاحتك ان طلعت الطبخه. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، بارك أنت في النساء وبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة. هيدا أوامر المير. نحن بأمر المير بس. ركوي ارتاح وبكرة بيلحقكن. مشي معي هلأ. Thank you.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟ حكينا لك معه قال بده وقت تفكر إن شاء الله خير. ممنونك يا أبونا كتر خير. تكرمون. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفسي الرب. يا هلا يا هلا يا هلا. شوف يا اهلا يا اهلا حبيبي. شوف خليني اشمك. اختي جت امي. ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي. يا حياتي انت. وينو حنا؟ نزلي عبي مي من العين. وردي بعدها اخدي على خاطره مني. تفضلوا تفضلوا فوتوا ارتاحوا جوا فوتوا. وردي وردي اهلا اهلا اهلا. تفضل تفضل ارتاح. وردي وردي هيدي انا يمي. كان حود طولتوا الغيبه علينا هالمره، شغلتوا لنا بالنا. ما يشغل لك بالك يا خي طنوس، بس ايش بنعمل؟ بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كثير ومغطى الدنيا. ما كانش في حدا يتحرك. وبس تخف الثلج كان عندنا شغل بالرزقات. فلاحه وتنقايه وزرع. لك العمر بيخلص يا خي طنوس والشغل ما بيخلص. عمي لحود اهلا وسهلا. اهلين. كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي، اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانه مني، وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكم. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيبونا مكاجوس. شو قولك؟ صار من امبارح الغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب، انت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلني عبيت المرحوم بوحنا مخلوف؟ انا ابنه صغير. اهلا وسهلا فيك. انت يوسف؟ اسم الله عليك صرت شاب. أنا أبو علي. أنا وبيك كنا أصحاب من زمان، وأيام كنا نترافق سوا. رحت مرة واحدة على ضيعتكم من 9 سنين بالليل. الله يرحمه شو كان محب. Oh,
معفو ليه؟ هيدا لو من اول الضرب عم بيقحوي نح بضل عامل حلو ساخن. ايه هلا منشوف اذا مزبوط. انا بساعده سيدنا، انا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبايل مننزل حمولتنا للساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع ببقع كفرة وبترتاح بالبيت. هي بحنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحمولة، ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل عضيعنا بكير. خيب علي صدري عم يجعني، حاسس كأنه سكاكين عم بتشكني. ما علي ما نحن نزلنا الحمولة. خلصتو؟ يلا فلو. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد، وابن الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل. انت خبر يا ابو حنة، انت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. يا عذرا سلمتك روحي لا وصلنا على الغرفة. قربي عطون عطون عطون. ليلتها
مغفيت كل الليل ولا نسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو مرق القديس يا شباب؟ لايك القديس خدوا البركة خدوا البركة. رشدنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ على الغارة. ايه علينا. طب ليك جتنا فكرة، بلا ما تروح اليوم مشي معنا. سمعنا امبارح بالقديس ابونا من يوصي لايكو يا اولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند بو يوسف، اوعى حدا منكم يغزى عليهم. احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه. كتر خير البونا والفيا. ايه روح روح بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغاره بالاخر. ملكون زرعي لك شويه حمص بهالمغاره ونحن مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم، أعطيني منه نصيب أيتها الأم القديسة، اجعلي جروحات وحيدك في قلبي منطبيعة. شو بعده لحقناه؟ لك يا قبل بعده لحقنا مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هيدا ابو يوسف شافنا انفل كلب الجعار علينا. لا شو مأزي كل شي استحقنا، البان حمص رح عينه شو لايقة. جيزي الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرأة تموت ورا جوزها حتى لو كانت بعد صبية. أي والله والله ليه بقيت له اللحود بدلت الخوري؟ من زمان ما عدش لحود، صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف. مش قليل عروسته الحنة مثل القمر، الله يوفقه بيستاهل. أخته كوني جوزت عبد بشهر ونص مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير.
عيوقة لزقي عيوقة لزقي. بس بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا. يا هلا. ملك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك. شمس العمر ولت على غيابها. صار لازم نرجع، بكون وعيت غالية، صار وقت رضاعتها. سلام ديك. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبة. بعرف، بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة، وانت بعيد عنها لثلاث سنين مجوز. مبسوط مع مريم؟ إن شاء الله بضلك مبسوط كخيي. يوسف اللي أبدأش بيعرف شو الطعمة. أش قولك بسيدة؟ سيدة بنت كتير طيبة، بس مش إلي. انت شتلقت قديش بدي اياك؟ ناطره منك ولنه اشاره؟ الحياه زي اللي كلها يا خيي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ انطون ابن الياس، ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب. اسرار الله ما فينا نفهمها. قبل ما نفهم خلينا نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الاصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنتوس. سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر والتعب. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخليناش نشتاق لك. خالي شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي. يسلموا ايديكي وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عن يسقى هالزرعات. بشارة ندهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو ليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالي.
مرحبا يا أخ. شايفك ظهر مدير بكير، شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة ما خلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وعطلين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدار خيي؟ صار لي فترة بالابتداء، كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل، تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر، ما في طاعة، بشتغل ساعة المقدم، بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله، بس لما يدعينا على الدار بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كتير، صعبة كتير صعبة. بمحبة يسوع ما في شي صعب. الله يرزقك على الدعوت. أنا مش تعبت. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك، والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقاش تعزب تجي، سبق قلت لك على البيت مش راجع. البيت مشتاق لك والرزقات كمان، والله ما عم بتروح من بالنا. خيي يوسف برحمة بي رمانة على البيت. أختي أنا بطلت يوسف، صرت شرب. ضل سكريم بصلاتك. طبر أمك إذا حاسس إن مناش دعوتك رجع معنا على البيت، وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
يسوع يوسف. خي بونا شربي بندهلك الطبيب. شب حلو مثلك، دعاني كن راهي. ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجينا من الشرير. دايماً مع الله، دايماً مع الله، دايماً مع الله. برخمور بن الرئيس، مجد لله. دايماً لله، خير يا ابني. معلمي بن الرئيس، أنا الأخ شاربل. هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت. أخ شاربل وين؟ معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح، وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني، بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح، يعني إذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع أي داير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام تيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية،
مع أختك مبتدئي. محل قلبي تشوف قدير شرب البونة الرئيس وطلب إذنك ورضاك. أختي أنت عارفة أنه الأخ شرب الندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن أهله وضيعته تيكون كله راقنا. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس إيدك خليني أشوفه ولأنه مر. أعوذ بالله يا أختي، أنا ما عندي السلطة لا أجمع ولا فرق أم عن ابنه، رح أبعث لك حدا يشوفه. أخ شربل، أبونا الرئيس بيقول لك أمك برا وحب تشوفك. أي يسوع، شربل يروح أمك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، يوسف خليني ضمك لصدري بعد مرة. يا أمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا تجي العواف. معلمي بونا ريشع، بونا الحبيس، أخشربي. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهلا بالأخ شربل، فوق أهلا فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا الليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي، قوي قلبك. مازالك جيت، بدي احكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان
إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمشي الله. أنا راهب بتدير فيها الفضائل كلها، وأكثر من هيك الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقرأني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير عقلبي، بدي منك يا بونا نعم طلع تنقل الأخ شربل على دارك في فان مع الأخوة الدارسين تيتهيى وصير كاهي. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة ماري بريانوس بكفيفين تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد في شي 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطان الشاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون على بيروت. وضحايا، راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا فكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عتلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبه، رح يقل عقله حسبنا كم سيجاره. القصه انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنه. نصير مثل الخوري يلي ضيع شبيته، قال لها منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخين يا عمي دخين. ضل يعلمونا تحت 4 سنين بسليات مدرسة. معلمنا امبارح ندبر مع نطلق، قال ما تبلش شي على الأرض إذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى، ما تمشي بطريق على الأرض ما بتوصل على السما. بس لعم تشوفوا بالرهبنة، لا لا علاقة لا بالقداسة ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياة بالرهبنة والخلاف على السلطة بالرهبنة. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنة هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه. الهيئة عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية؟ امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. Thank you.
بونا الحبيس، بونا عرفتني، أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغذى حتى تنشط. اعمل معروف، اعملوا لي أكلة شوربة لأبونا وحط بقلبها حبتين خضرة، لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وأساوى على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشاوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. خي جناديوس، انا رح اجيب لك حجار. معلمي بونا شربل، انا بساعدك. خي جناديوس، روح العمر خطيرنا. يا خي جاجور، روح شريعة ربنا، بعرق شبينك تاكل خبزك. يا شباب، غدنا الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا بدنا نكفي الجبل لحسن ما تروح دعين. ميجانا ويا ميجانا
عتابة عتبت قلبي ونصباي وقصف حور بستاني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي وما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا ما حلى الصبايا خي حنا راح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر لك ايه يا عمر دينك لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاع طلبتونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا الله يأجركم يا شباب خلص النهار كمان اليوم السينان أبونا شرب طول النهار بلا أكل فسار الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول ما أطيب العذاب في سبيل مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا كل همه كان يخلف رهبان دار مارز حيا مع بعضهم ومع كل اهل المنطقه ايه بده يحللوا الجو بده يحكم وحده بده يتحكم برقاب الناس بعد رسالتين اول وحده لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان وبعد رساله تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا رسالة تاني بسب فينا ايه بسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة شو بيقوم بيعمل رستم باشا صن الله ام يرمصن شقيد هشك بيدفش رئيس الدائر بيدفشو هون طار عقلي من راسي كيف بيهددنا بهالطريقة حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط نزلت فيهم خبيط وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ عملنا لهم قتلة شو بدي أخبركم من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة خلصت القتلة هربنا من باب خلفاني ورجعنا عالدايخ ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم بس هو كمان ما قصرش فينا أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا أخذونا أسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل وبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات ما طشنا فيهم. شوف عسكري تركي نازل خبيط بيخيل راهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورفع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كانه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان. حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة، ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض كفيت عليه كم ضربه. بلتفت بلاقي خي ازحية قريب مني، يا ابو مخزق أو منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب أنا وياه. وهيك كل واحد من أخوتنا الرهبان خلص واحد أو اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهن جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهن وحملناهن على الديور القريبة. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجورة وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك كفيفان اخدوه معهم لانه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب، شفتوا صدقتوا، صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لاخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يا ما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي يسوع بيقلنا بالإنجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربه الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه. نتخار اينون لا بوهي خيي فرانسيس، إذا بتريد عبيلي سريج زيت. هلأ بهالعجقة يا خيي شربي، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خيي كرمال المسيح. عمي بونا شربي، أعطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس، أنا بعبي لك إياه. ايش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مسح. ممنونك يا ابني، سلم دقيت. معقول؟ معقول؟ المي بتضوي؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول شو سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت للسراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. ايش عم تحكي؟ بونا الرئيس خير ان شاء الله. خي بونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيي بونا شربل. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
منطلب إذنه وبركته. ريشة خي ريشة، لا تخاف يا خي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. تفضل خي ريش، اشربوا لانه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريش بإرادته يشفي. نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله أعطانا إياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لبسو اياه باجري.
بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس بدي اعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس واطلب الغفران. تخيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه، بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعائلتي واسمي، صرت وحدي يا أبونا القديس، وحدي خايفة وضايعة. الخوف صار يدفعني من رجال لرجال، اعتقدت إنه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت إنه ما عطيتني إلا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا أبونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. أنت فيك تساعدني، بدي أعوض عن حياة خسرتها. يا أختي توبي توبة صادقة، الله بيغفر لك، عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك، قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أغصتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. بيت كرم المحبسة بشهو، يسلموا هالدايات بونا شربل. نشكر الله.
معلمي بونا الحبيس بالريقك. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟ صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته داق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس. نشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كموسم الأس خيرتي بدي اقول لك انا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا ابونا شربل بس كنت مصالحة بعائلتي وجودك هون حد بحق أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية تفرض أنه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاماً إلا مرة واحدة في اليوم، الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطير أحصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. بونا شربت شو بيك؟ المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع اسمع، عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في لزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربل، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس. ليش يا الله؟ ايه هيك؟ ليش تأخرتوا يا ابني؟ عصابت الساعة 9. ايش صار؟ صاحب نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش 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 نشوف. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شربل، على القليل كنت طفيت البدلة والشراشة. ليش؟ ايش صار؟ منين هالحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شربل. Thank you.
هلا هلا ارفع ايدك واعطيه الحله.